ليدات وليدات السلام عليكم. هذا المناسبة اليوم درسي المدينة في المناسبة اليوم باش احتفاء بالنية ديالنا والوليدات ديالنا على هاد النتائج اللي حققوها، اللي الحمد لله هي نتائج جد مشابهة متميزة. تبارك الله عليكم، حنا فخورين بكم بزاف، معتزين بكم، لأن بذلتوا واحد المجهود كبير اللي تشرف الإقليم. وهذه المناسبة عزيزاً بغينا تقدم الشكر الآباء والأمهات والأولياء ديال هذه البنيات والوليدات اللي هما بنياتنا ووليداتنا، وكذلك الطاقم التربوي، السادة والسيدات والأستاذات والأساتذة اللي ما تدخلوش أي مجهود، واللي بغض النظر على المسار اللي عرفناه كاملين الحمد لله استطاعوا أنهم يداركوا ويحققوا واحد النتائج اللي تنظن من أفضل إذا ما كانش أفضل النتائج على الصعيد الوطني. وتنبغي كذلك نشكر السيد المدير والطاقم اللي تيشتغل معاه على تنظيم محكم جدا الحمد لله، وعلى الظروف اللي مرات في هاد الامتحانات المعتبرة. فإذا كان شي حاجة باش نعاونكم إن شاء الله، لأن هادي غير خطوة باش تفرحوا براسكم وتحيدوا الستريس، ولكن هادي خطوة باش إن شاء الله من بعد نزيدوا خطوات قريبة قدام، المستقبل كله قدامكم. إذا كان شي حاجة باش نعاونوكم ونصحوكم هذا، أنا شخصيا مرحبا بكم، نجي عند السعد إذا كان شي حاجة باش نعاونوكم من بعد إن شاء الله باش تزيدوا قدام. وأنا متأكد بأن هذا المستوى وهذه المجهودات اللي درتوهم غادي تزيدوا قدام إن شاء الله، من دابا واحد 5 سنين ولا 6 سنين غادي نسمعوكم إن شاء الله في هذا المستوى اللي تفرح واللي تشرف. فتبارك الله عليكم، وحنا فرحانين بكم بزاف، وهنيئا لكم والآباء والأمهات ديالكم والطاقم ديالكم، وهنيئا لنا لكم. شكرا جزيلا للسيد العامل صاحب جلاله الملك على الالتفاته الطيبه الكريمه تجاه اسر من رفعوا رؤوس هذا الاقليم وهذه المديريه وهذه الجهه عاليا بفضل النتائج الجيده والطيبه اللي حصلت عليها المديريه الاقليميه للتعليم بالنظر. هناك كلمه للسيد المدير. اذا المعدلات كانت طيبه وطيبه جدا وفي مختلف المسالك، والجميل والاجمل انه كانت في المناطق المختلفه من الاقليم العزيز من اقليم مدينه الناظور. اذا نبدا بعريس هذه الامسيه وصاحب اعلى معدل في الجهه في سيونس مات 19.25 هيثم الحجيوي. يعني هذا هيثم واحد ملاحظة، 6 وليدات و6 بنيات نمر الى مدينه زي هو ثانوي سونس فيزيك بمعدل ديال 18.70 وليزه حسن جدا شيشاح سلمى. هاني انا الحياة
والأرض خيار الفرنسية معدل 18.05 والمتعلقة إيمان محو. السلام عليكم.